الوقفة السابعة الجفري يقول الولي يعتقد الجفري أن الولي يخلق الجنين في بطن أمه. وقال الجفري اللي يقول بلا أب من العلماء قال ويخلق إنه الولي يخلق الجنين في بطن أمه بلا أب وبلا أب ولا أم. الأولياء عند الجفري يخلقون. الشيخ الجفري يزعم أنه بإمكان الولي أن يخلق طفلا في رحم امرأة بلا أب، وأن هذه المسألة من مسائل الخلاف، وأن الذين منعوا ذلك لم يمنعوا لعدم الإمكانية، وإنما منعوا تحرزا على الأرحام، وإلا فإمكانية ذلك موجودة. الولي أنا حتى استغربت، قلت لك في رسالة قشيري يقول لك التصرف والتفويض حتى إيجاد أب بدون أب، وفي كتاب آخر يقول حتى بدون أب ولا أم. شوف اللي يقول بلا أب ولا أم واللي يقول بلا أم اللي يخالفهم مش يخالف لأنها مش ممكنة. هي هذه يقول لك ليش ممكن الله يعطيه القوة دي، بس إيش اللي خالفوهم؟ ليش خالفوهم؟ إيه؟ تحرزا على الأرحام. ما تجي وحدة تزني وتقول كرامة ولي وأنا طلعت ولدت. من أجل هذا بس اللي قاله ممنوع. والله لا ممكن. ممكن. لا يعني ممكن يجدون أشياء، يعني يخلقون أشياء من. مش يخلقون. بإذن الله. بإذن الله. يخلقون أشياء. ممكن. بإذن الله الله قال تبارك الله أحسن خالق. نسب الخلق للمخلوق له. تمام. يعني ممكن أنا. ممكن. ممكن. ممكن أحسن ليه؟ الخالقين. الله أثبت كلمة الخلق للبشر. كإيجاد ومن أحيا ومن أحيا. فكأنما أحيا الناس أثبت نسبة الإحياء للمخلوقين. نحن مش مسألة النسبة، نحن مسألة إيش؟ هل ممكن مو مسألة جزئية مش في العموم أنت الآن تتكلم. الولد والأم. باب المجاز مو مجاز. هذه فيها خلاف، وسبب الخلاف أن الذين منعوها تحرزا من الزنا. قال ده فيه خلاف بين العلماء. قال يا علماء ذل إلا كان البرعي والمكاشفي أو الجفري والنقشبندي، لكن علماء الإسلام الإمام مالك وأبو حنيفة وكذا ديل بيقولوا أي زول بيعتقد العقيدة دي كافر، ما في خلاف يا زول. والجفري اللي بيتشدق بهم في القنوات الفضائية المفتوحة له من قنوات الجهلة اللي بيجي يقول لك اختلف العلماء، ما قاصد علماء الإسلام، قاصد علماء الصوفية. ده الموضوع. وإلا ما في عالم بيختلف مع عالم إنه غير الله بيخلق. ربنا قال يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله؟ الله قال كده، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ الله قال لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. ما في خالق غير الله أبدا، ما في. فده عقيدة شركية وكفرية. الجبري قام مشى قدام، قام يستدل على صحة الكلام ده، قال ربنا قال فتبارك الله أحسن الخالقين. قال فربنا نسب الخلق للعباد لأنه قال الخالقين. يا جفري أنت ما بتعرف لا لغة عربية لا جغرافيا لا دين لا قرآن لا أي حاجة. ده من باب التفضيل الذي ليس للطرف الآخر منه شيء، ده معروف عند علماء اللغة العربية. فلما قال تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين، ما معناته في خالقين بخلقه مع الله أبدا. وإلا أبو جهل وأبو لهب والمشركون الأوائل ما كانوا بيعتقدوا إنه غير الله بيخلق. جو الصوفية الليلة أمثال الجفري والبرعي وغيرهم قالوا غير الله بيخلق. الله قال المشركين الزمان الكفار ذاتهم الكبار قال كان بيقولوا الخالق براو وما في غير الله أحد بيخلق. قال تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. دل المشركين الجفري يقول غير الله بيخلق والولي يخلق الجنين في بطن أمه، والله ده كفر وشرك، ما بعده شرك أبدا. قال العلماء قال خالفوهم لا لشيء إنما خالفوهم تحرزا على الأرحام، ومشى قال فقط حفظ لنسب المسلمين. قال العلماء اللي قالوا يعني غير الله ما بيخلق هم عارفين يعني معنى كلامه إنه ممكن يخلق، غير الله ممكن يخلق، لكن قالوا كده عشان يحفظوا قال أنساب المسلمين وتحرزا على أرحام النساء المسلمات. أسد دليل دروا مني الجفري يا صوف يا بليد يا أحمق. وصية القحطاني. لله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.